يبدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2017، وهي مرحلة حصر المنشآت والتي تبدأ من غد الخميس وحتى 25 من يوليو الجاري. وأوضح الإحصاء أن مرحلة مصر أو حصر المنشآت من أهم مراحل التعداد، والتي تسهم في توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي تستخدم في رصد وقياس النمو الاقتصادي، حيث يتم حصر شامل لكل المنشآت الاقتصادية العاملة بمصر بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة عن المنشآت الاقتصادية وخصائصها كالنشاط الاقتصادي وحالة العمل، سواء كانت هذه المنشآت عاملة أو مغلقة أو تحت التجهيز.